إسرائيل المتخيلة سلسلة حلقات تناقش الجغرافيا الثوراتية. تبين من خلال النقاش في أبحاث الدكتور فاضل الربيعي وغيره أن كل تلك الأحداث الثوراتية كانت قد وقعت في الجزيرة العربية. أن ما تسرده التوراة من قصص على انهيار مملكة إسرائيل هو بالضبط ما جرى في التاريخ اليمني حين انهارت الدولة المركزية الموحدة. والحقا كانت إسرائيل التوراتية دولة يهودية. لا يوجد بأي شكل من الأشكال ما يشير إلى أن إسرائيل كانت دولة يهودية. من غير المنطقي تخيل الله سبحانه وتعالى يعني يعطي لقبيلة واحدة هذه الإمبراطورية الهائلة من مصر حتى فرات.